ما بنلزم على الحيط، ولا عمرك كنت تتخيل ان مجرد انك تبقى اسم، انت اخترت انك تموت عشان تحيي شعب، بقيت رمز، بقيت حلم، بقيت ايقونه لحاجات كتير. بس حلمك موجود، حلمك اتحقق، هنفضل وراه لحد ما نجيبه لك. ان كان حلمك انك الشعب دوت يبقى حر والشعب دوت يعيش بكرامه، هيتحقق. ان كان قصاصك في ضابط قتلك، مش ده المهم، الاهم ان احنا نعرف نحقق لك حلمك اللي كنت تحلم بيه. مصر تروت بدمك، وان شاء الله دمك هيطرح حريه في الشارع. 25 يناير 2011 كان اسقاط مبارك، 25 يناير 2012 اسقاط المجلس العسكري، 25 يناير 2013 اسقاط القوى المتاسلمه او اليمين المتطرف، مش متاسلمه، هي اليمين المتطرف. احنا عشان الحريه اللي احنا بنسعى عليها كلنا مستعدين ايضا ان احنا اي واحد فينا هيبقى دمه مش اغلى من دم جيكا ولا الحسيني ابو ضيف، واحنا مستعدين جميعا للشهاده في سبيل حريتنا. انا باسم اللجنه العليا لحزب الدستور بشارك النهارده في تأبين جيكا. جيكا يعني نموذج للشباب المصري اللي احنا كلنا يعني وقفنا هنا، وكل اللي احنا شفناه في مصر في الفتره اللي فاتت بسبب الدماء التي سقطت من جيكا وزملائه. قصاص او تحملوا، احنا صبرنا كتير. انا عارف ان هيجي 25 ومش هيحصل حاجه، بس كل سنه بنقول كده، بس احنا على قد ما نقدر، على قد ما نقدر احنا مش هنسيب حق الناس دي، لان سنه في سنه في سنه وكل مره بيقع شهيد. انا اتضربت، انا كنت قعدت ساعتين في العنايه المركزه، وكنت ممكن انا اموت مكان جابر، ما فيهاش، ما حدش فينا عنده مشكله ان هو يموت. بس لحد امتى هنفضل لما نخلص؟ احنا بقى 15 واحد اصلا اتصابتين على فكره، يعني هي اصلا ما بقاش في حد بينزل معانا. ف احنا خلاص يعني هو اقتربت، هانت. عايز اقول ان النهارده مش تأبين جيكا، النهارده تأبين حريه المصريين اللي استسلموا لهذا النظام الفاسد، لهذه العصابه. الوضع في مصر هو اسوأ وضع يمكن وصفه. مصر بايدين عصابه بتمزقها اشلاء. مصر النهارده يا اخوانا فيها ناس مسكت البلد بتعمل لحساب اسرائيل وامريكا ولحساب حاجات ومخططات معروفه من عشرات السنين. ايه انت شفت ايه اللي اتغير؟ هو حق جيكا والشهداء كان التغيير، التغيير اصبح الى اسوأ. شلنا دكتاتور، جبنا من هو اسوأ منه، مرسي اسوأ من مبارك عشرات المرات. مرسي بيفرط في ارض الوطن وبيعمل لحساب اخرين، حسني مبارك كان فرطش في تراب الوطن. اي نعم كانت عصابه بتسرق، ولكنها لم تفرط في شبر من ارض مصر. هؤلاء جاءوا يبيعوا الوطن، واللي يبيع الوطن ما عندوش كرامه ولا شرف ولا انتماء لمصر، لابد من حاسبته على الخيانه العظمى، هو وكل من يساعده، حتى لو كان الجيش المصري نفسه، اذا ساعدوا على هذا لابد من اتهامه بالخيانه. مات شهدائنا جميعا من اول الثوره ومن قبل الثوره، لانهم معارضون للظلم وسنظل نعارضه. سنموت في الشوارع ونحن نعلم انكم تملكون السلاح.